من الممكن أساساً تثبيت سعر الأدوية؟ يعني يقال أنه التجار هم من يتحكمون بالأسعار، يعتمد السعر على الشركة المصنعة، وهناك ما هو مهرب وغير معترف به. لذلك حضرتك الأشياء اللي دا طلبيها، إحنا بعام 20 سلمت باليد السيد رئيس الوزراء السابق السيد الكاظمي مطالع حول هذا الموضوع ودراسة، ومما يؤسف له حقيقة كان على سعر 1200 ممكن تطبيقه بسهولة، والمبالغ اللي ترصد بسيطة جدا، يعني كل اللي نحتاجه للأدوية بحدود 3 إلى 4 مليار، وهذه المبالغ كنا نطالب الدولار الدوائي على 1200 حتى نرتب السوق الدوائي بشكل جيد. معاناة المرضى حقيقة وأسعار الأدوية احنا نقدر نحافظ عليها فقط بتثبيت السعر. يعني حضرتك لازم تعرفين انه المريض الاعتيادي، يعني الاشخاص الاعتياديين ليسوا بامراض مزمنه مصابين او اي شيء، يحتاج ان يزور الطبيب 3 مرات بالسنه، بينما الغذاء ناكل 3 مرات باليوم. فهنا فرق، لان راح يجي السؤال يقول ليش نثبت اسعار الادويه على الدولار الدوائي؟ ليش مو كل المواد الأخرى؟ وبعدين هذا يصيب الخزينة يعني بأضرار؟ لا أبدا، 3 مرات بالسنة فقط المريض الاعتيادي يحتاج الدواء، هذا أولا. ثانيا نحتاج أن سياسة واستراتيجية صحية مختلفة عن السابق، وهو نظام الإحالة، نفلتر المرضى مو يدخلون المستشفيات مباشرة. النظام الصحي حقيقة اللي راح اللي يعني دا نشوفه وابعاده واضحه سياده سيد وزير الصحه دا يسير بخطوات جيده جدا في هذا الاتجاه، احنا ندعمه بكل قوه في مسيرته هذه. نعم. فقط تثبيت السعر، وفاتحه رئاسه الوزراء وزاره الصحه سابقا، وزاره الصحه ما ردت على رئاسه الوزراء والكتب، ليش؟ لان سلمته باليد للسيد الكاظمي في حينها، وفاتح وزارة الصحة ودزولي نسخ من عندها ما كانت استجابة من وزارة الصحة، وما نعرف شنو الأسباب إلى حد اليوم. تبني مثل هيك سياسة احنا نريد نبني بلد. والآن السيد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني يريد توفير 100% الحل بالـ100% بالنظام الصحي وتثبيت سعر الدولار الدوائي، والحلول كلش بسيطة، 3 أهداف نحققها. اولا راح يجينا الدواء بعد ماكو تجار، يعني اللي تتفضلين عليه، لان يعني الدواء اجازه الاستيراد من وزاره الصحه للادويه المسجله في وزاره الصحه والشركات المسجله في وزاره الصحه. 2 اجازه الاستيراد راح تطلع من وزاره التجاره، المبالغ اللي تندفع بعدين عندما يستورد الدواء ويجي بشكل اصولي ويدخل الى الفحص والتقييس تطلع النتائج ايجابيه، ينصرف المبلغ نسميه الاعتماد من البنك المركزي العراقي وكله بطريقة أصولية. أعتقد هذا الطريق الوحيد. نعم. والحكومة اللي تريد تنجح. شكرا. تتبنى موضوع الدولار الدوائي وانتهى الموضوع.